بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي في شقين، في مشروع للتسامح ومناهضة الكراهية تطلق الجمعيات أو القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وأيضا هناك شق آخر سيتناول المستجدات في الساحة السياسية. نبدأ من منطلقات وطنية للقوى الوطنية المعارضة في المساهمة الحقيقية والجادة في بناء وطن على أساس المؤسسات ويتناغم مع المبادئ الإنسانية والعالمية. يأتي مشروع مكمل لمشاريع وطنية سبق أن طرحتها المعارضة في هذا الأساس، وبالأخص عندما تكون هناك مستجدات تتطرق إلى مفاهيم يحاول البعض أن يستغل هذه المفاهيم لتكميم الأفواه أو لملاحقة المعارضة والقوى المعارضة ولمزيد من القمع أو غطاء من القمع. سمعنا في الأيام الماضية الحديث المتكرر عن الكراهية ونبذ الكراهية ومفاهيم الكراهية. نحن ليس من منطلق ردات الفعل، وإنما من منطلق المبادرة ننطلق بمشروع وطني. هذا المشروع الوطني ليس حكرا على القوى الوطنية المعارضة، هو مفتوح لكل الأطراف في المجتمع البحريني رسمية أو مدنية، على أساس أن تنظر إلى هذا المشروع، تناقش وتطور وتساهم في تطوير هذا المشروع، وننتقل في هذا البعد، بعد التسامح والمناهضة الكراهية، من التنظير ومن الاتهامات ومن محاولة البعض الاصطياد في الماء العكر إلى مفهوم أممي وإلى تطبيق بمعايير أممية، على أساس أن نبتعد عن الصدام ونذهب إلى الوفاق. هذا ما تبني عليه مشاريعها القوى الوطنية. أنا سأذكر نبذة مختصرة عن هذا المشروع، والأستاذ رضي الموسوي سيتحدث عن تفاصيل هذا المشروع. مشروع الوثيقة هو عبارة عن تحديد لمفهوم خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية، وعلى نحو يحدد الخيوط الرفيعة الفاصلة بين حرية التعبير التي تعتبر الشريعة العامة للخطاب، والتحريض على الكراهية كاستثناء وقيد على حرية التعبير، مما يوجب عدم الربط والتوسع، مما يوجب عدم التوسع فيه ولا القياس عليه. علما بأن مناقشة خطاب الكراهية في القانون الدولي يتصل بموضوعات لصيقة جدا به، تتمثل في قبول الآخر، يعني الركيزة الأساسية هو القبول بالآخر ونبذ التعصب والاستقطاب وإطلاق الأحكام المسبقة والمساواة ومواجهة التمييز، وبشكل لا ينفك عن خطاب الكراهية باعتبار أن منظومة حقوق الإنسان وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان متكاملة ولا يجوز تجزيئها. هناك أيضا تجارب مختلفة استند إليها هذا المشروع. استمدينا من ما توصلت إليه وثيقة الأزهر في البند الرابع، وسيكون هناك تفصيل في هذا الموضوع. استمدينا أفكار المشروع من مبادئ كامدن التي تم إقرارها في عام 2007-2008، وكذلك خطة عمل الرباط المقرر في العام 2012، وهناك تجارب حية في تونس والمجلس الفيدرالي الأثيوبي. يعني المبنى الأساسي من أفكار مبادئ قانون دولي وتجارب دول عربية. المقاصد من المشروع: في ضوء تزايد شكوى الأطراف السياسية المعنية بالمشكل السياسي في البحرين، الحكم وشركاء الوطن والمعارضة وأطراف مختلفة من خطاب الكراهية والإقصاء، وفي ظل وجود مفاهيم خاصة لخطاب الكراهية بعيدة عن مفهوم القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يجب أن يعتبر المرجعية للدول وللبحرين بصفتها جزء من منظومة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،
وطرفا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، جاءت الفكرة بطرح المفهوم المحدد لخطاب الكراهية، ويكون المسطرة التي يتم الاحتكام إليها مع مراعاة ما ورد من تشخيص دقيق في وثائق كامدن والرباط والأزهر إلى نموذج القضاء الذي تكون له معايير مختلفة في ذات المدلول من قضية لأخرى بحسب أطرافها، وليكون هذا المفهوم مسطرة تقيس خطاب جميع الأطراف، بحيث تنظر لجنة محل ثقة الأطراف ادعاءات استعمال خطاب الكراهية والطائفية بما يفتحه من موضوعات أساسية مثل عدم الحرمان من الحقوق الأساسية والمساواة ومكافحة الإفلات من العقاب كمحددات لمناهضة خطاب الكراهية، يجب إخراجها من مرحلة الشعار إلى التطبيق في أي برنامج لنبذ الكراهية. إضاءات بسيطة على مشروع وثيقة أو برنامج التسامح ومناهضة الكراهية. قللنا كمعدين لهذه الوثيقة من اجتهادات شخصية أو حزبية في صياغتها لصالح ما ورد من المبادئ العالمية. نحن لم ننحاز في صياغتنا لهذا المشروع إلى طرف دون طرف، نعتمد على المبادئ العالمية، والذي اقتبس في الوثيقة اقتباسا، يعني أخذنا نصوص بحد ذاتها. فمشروع البرنامج الإطاري جميعه تقريبا استخدمت فيه تعابير خطة الرباط ومبادئ كامدن وما قصد من ذلك، بالابتعاد عن تفصيل مفاهيم خاصة لصالح أي من الأطراف، وأن تكون الوثيقة مصاغة وفقا لما وصل إليه الخبراء المشاركين في إعداد مبادئ كامدن وخطة الرباط، أي الأمميين. وحاولت الوثيقة أن تقلل مساحة النقاش في المسائل التفصيلية، وقررت تشكيل لجنة يسمي أعضاؤها من خلال لجنة أممية أو باستشارة أممية، المجال مفتوح، وهي التي تقوم بفحص الادعاءات ومن ثم يحال الأمر للقضاء إذا استدعى الأمر، وهو أمر معمول به في عدد من التجارب في الدول المختلفة، ولا يمثل ابتداعا أو حجبا للقضاء عن نظر ادعاءات صدور خطاب الكراهية من أي شخص محسوب على أي من الأطراف. هذا البرنامج وهذا المشروع كما المشاريع السابقة، نبذ العنف، نبذ الكراهية، وثيقة المنامة، في انفتاح القوى الوطنية المعارضة على المناقشة وعلى النقاش على أساس الالتزام بالمبادئ العالمية. نحن نناقش وننفتح على أساس أن الأصل نلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية، ونريد أن ننقل البحرين إلى حقيقة مفهوم دولة المؤسسات والقانون بما نلتزم بالمعايير الأممية والإنسانية، وبما نتوافق عليه على أساس أن لا طرف من الأطراف يحتكر تطبيق معايير معينة وتفسيرات لمعايير معينة وثم ينتقم من الأطراف أو ما شابه. أترك المجال لتفصيل أكثر للأستاذ رضي الموسوي عن هذا المشروع. شكرا، مساء الخير جميعا. كما تفضل الأخ خليل في المذكرة الشارحة لمجموعة من مفاهيم، هذا المشروع يستند على مبادئ كامدن وعلى خطة الرباط وأيضا على وثيقة الأزهر التي أطلقت في العام 2011. واسمحوا لي أنه يعني أقتبس من وثيقة الأزهر في بندها الرابع الذي أشرنا إليه، لأن هناك ديباجة شوي طويلة لن أقرأها طويلا، ولكن سأتحدث عن العناصر الرئيسية لهذا المشروع. تقول وثيقة الأزهر في بندها الرابع أو تؤكد في البند الرابع إلى أهمية الالتزام بالاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما
في التعامل بين فئات الشعب المختلفة دون أي تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين. هذا البند الرابع من وثيقة الأزهر، والذي نعتقد أنه يعني يلخص ويكثف كثير مما جاء في المبادئ العالمية أيضا التي تحدث وتفضل بها الأخ خليل. على هذا الأساس المشروع هو مقدم لكل القوى السياسية بمبادرة من القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى كل القوى الفاعلة في البحرين، سواء كان من الجانب الرسمي أو الجمعيات السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني. يقول المشروع في أولا: يعتبر التحريض على الكراهية، هذه الأطراف يجب أن تلتزم وتقر ما يلي. أولا: يعتبر التحريض على الكراهية آفة تفتت المجتمع البحريني وتقوض السلم الأهلي ويشجع على التعصب والتشدد والاستقطاب الطائفي. ثانيا: تحقيق التسامح وتعزيز الاعتدال وتكريس القبول بالآخر والتعددية ينبع من إصرار الأطراف مجتمعة على إيجاد الأرضية المناسبة لتحقيق الغايات التالية: ألف، إن البحرين وطنا يتسع لجميع البحرينيين، وهو المظلة الجامعة لكل البحرينيين بمختلف انتماءاتهم الدينية والمذهبية والعرقية والعقائدية والفكرية، وعلى الدولة بمختلف مؤسساتها وأجهزتها ومسؤوليها وموظفيها العمل لصالح جميع البحرينيين بمختلف انتماءاتهم. ب: إن مكونات المجتمع البحريني الأيديولوجية والفكرية والسياسية والدينية، مسلمين من الطائفتين الشيعة والسنة ومن اليهود والمسيح، ينبغي أن تتمتع كل هذه المكونات أن تتمتع كل منها بالمساواة، الحق في الخصوصية المذهبية التي تنال بموجبها احترام الدولة والفئات الأخرى، وأن لها أن تحافظ على معتقداتها وموروثها الثقافي والتاريخي بما لا يخل باحترام موروث الفئات الأخرى. جيم: العمل على نزع فتيل أي خلاف أو شقاق في المجتمع البحريني على أساس ديني أو عرقي أو قومي، وتعزيز التقارب والانسجام والانفتاح والحوار بين أبناء المجتمع. دال: القبول بالعيش المشترك لكل مكونات المجتمع بفئاته وطوائفه تحت مظلة الوطن دون إقصاء أو تهميش أو إلغاء للآخر أو تأثير على ديموغرافيا البلاد أو هويتها وتراثها. ها: تبني المشاريع السياسية الوطنية الجامعة ورفض المشاريع ذات الصبغة الطائفية أو التي تحدد الخيارات بناء على دوافع طائفية. واو: الالتزام بالمبادئ المهنية والإخلاقية في العمل السياسي بإبعاد الطوائف واتباعها من أن يكونوا عرضة للتشويه والإزدراء أو الانتقام أو ردات الفعل التي يتأثر بها المواطنون على أساس انتمائهم الطائفي أو العرقي أو العنصري. زي: تعتبر حرية الرأي والتعبير والنقد المشروع حرية لا ترد عليها من القيود إلا ما يلزم في مجتمع ديمقراطي وفقا للمعايير الدولية، ويعتبر التحريض على الكراهية خروجا على حرية التعبير هذه وقيدا عليه. ثالثا: اعتماد المبادئ المشار إليها في هذه الوثيقة أو في هذا المشروع من المبادئ المقررة في وثيقة كامدن وخطة الرباط 2012، واعتبار ما تضامنته من المبادئ المبينة في الملحق حاكمة لتحديد التحريض على الكراهية والموجه لصوغ برامج مناهضته. رابعا: تحقيقا لآليات المصالحة الوطنية ورفعا للقلق الذي أشارت إليه خطة الرباط، واستهدام بما ورد في الخطة في الفقرة 39
تنشأ لجنة خاصة تستقبل الدعاءات وشكاوى التحريض على الكراهية، بالاستفادة في تشكيلها من خبراء دوليين مختصين ترشحهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تتولى بحث الادعاءات التي تستقبلها في هذا الشأن، وتبت فيها بموجب المعايير الدولية، وتتولى حصريا إحالة ما يشكل تحريضا على الكراهية من هذه الادعاءات والشكاوى إلى القضاء المدني والجنائي بحسب الأحوال. خامسا وأخيرا، تعمل الأطراف مجتمعة على وضع البرامج التفصيلية لتنفيذ هذا البرنامج الإطاري أو المشروع، وذلك من خلال لجنة تشكل من الأطراف ومن الشخصيات الوطنية الذين يتفق عليهم بين الأطراف بالتوافق على أن تكون نسبة ممثل الجمعيات السياسية المعارضة والشخصيات الوطنية التي تسميها المعارضة معا 50% من أعضاء هذه اللجنة، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. شكرا لحسن استماعكم. مساء الخير جميعا. وصلنا بعد ما ذكر الأخوان إلى الشق الثاني من مؤتمرنا الصحفي. قبل أن تطرح الأسئلة، لدينا بعض الملاحظات أو بعض الردود على ما يمكن أن يثار من تساؤلات، خاصة بعد أن يعني الأطراف المشاركة في الحوار وتحديدا جمعيات الائتلاف الفاتح أعلنت يوم أمس تعليقها لحضور جلسات حوار التوافق الوطني. أعتقد أننا لنا كلمة كمعارضة أن نقولها في هذا المؤتمر الصحفي. لا نريد أن نتعامل مع هذه المسألة بردات الفعل، وكعادتنا في المعارضة نريد أن نتعامل مع هذه المسألة بكثير من التأني والمسؤولية الوطنية. نحن نريد أن نشير هنا إلى ما يعني جاء في صحافة اليوم وما جاء في بيان جمعيات الائتلاف يوم أمس، هو بالتحديد يؤكد ما ذهبت إليه المعارضة بعد تعليق جلساتها في 18 سبتمبر أيلول الماضي. أعتقد أن توصلت جمعيات الائتلاف على ما يبدو، وهذا ما يطرح في البيان، من عدم جدية السلطة في التعاطي مع المواضيع الأساسية والقضايا الأساسية التي طالما طالبت فيها جمعيات المعارضة السياسية على مدى 8 شهور من جلسات الحوار التي امتدت لأكثر من 27 أو 28 جلسة. كنا منذ البداية قد أشرنا إلى أن السلطة تتحمل كامل المسؤولية في إعادة حوار مكرور كما كان عليه الحوار في عام 2011. تعلمون جيدا أننا تقدمنا بمبادرة سبقت جلسات الحوار في 28 يناير 2013 إلى وزير العدل، حملناها ذات المخاوف التي توصلت إليها أخيرا جمعيات الائتلاف، وكنا حريصون أيضا على أن يكون التحضير للجلسات الحوار التوافق الوطني بين جميع الأطراف بما يفضي إلى نتائج حقيقية ويفضي أيضا إلى حوار جاد وحقيقي. لكن وأيضا كما تعلمون وزير العدل في اجتماعنا في 28 يناير ذكر بالحرف الواضح وللصحافة أيضا ولمن اجتمعوا في مكتبه أن كل المسائل يجب أن تطرح داخل جلسات الحوار، وعلى هذا الأساس ذهبنا كمعارضة إلى جلسات الحوار، وكلكم تابع ما جرى في جلسات الحوار على مدى 8 أشهر. تقدمت المعارضة الوطنية الديمقراطية بأكثر من 4 مبادرات أساسية علاوة على مبادرات فرعية لإنعاش الحوار ولرفض الحوار بأفكار جديدة تساعد على الوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة. لكن أيضا كل هذه المبادرات التي تقدمنا بها طيلة 8 أشهر وجهت من قبل الجانب الرسمي تحديدا بكثير من الرفض وكثير من التشكيك، ورغم ذلك استمرت المعارضة ولم تنسحب من جلسات الحوار، بل أصرت على أن يكون قرارها قرار تعليق المشاركة في الحوار إعطاء لفرصة حقيقية للحكومة وللأطراف الأخرى لإعادة التفكير مليا في مسألة العودة لطاولة الحوار وبشكل جاد، وطرح قضايا أساسية وبشكل مسؤول يخرج البلد من أزمته المستفحلة.
الأفكار التي مجموعة الأفكار التي طرحتها المعارضة طيلة الثمانية أشهر وخلال المبادرات هي بالفعل ما كانت تقصد به من خلال وجود ضرورة وجود حوار جاد وحقيقي. أكدته بيان شركائنا في الوطن في جمعيات الائتلاف يوم أمس، وعلى الأقل أكد جانب مهم وأنه لا توجد جدية حقيقية لدى السلطة في الدخول في حوار جاد وحقيقي. ومن هذا المنطلق أيضا نريد أن نؤكد على أن مبادرتنا الأخيرة التي طرحت بعد تعليق أو قبيل تعليق المعارضة لجلسات الحوار كانت تطرح بوضوح ضرورة تهيئة الأجواء الحقيقية لحوار جاد، لحوار سياسي جاد وحقيقي في البلد. وأيضا طرحنا في مبادرتنا فقط للتذكير أهمية وجود خارطة طريق للحل السياسي في البحرين تفضي إلى نتائج حقيقية تحقق الشراكة السياسية الحقيقية المطلوبة لجميع الأطراف في هذا البلد. وأيضا طرحنا خلال المبادرة ضرورة مناقشة القضايا الأساسية والسياسية الرئيسية في البلد مع أصحاب القرار ومن يمتلكون القرار، علاوة على الأمور الأخرى المتعلقة بتكافؤ يعني وجود الأطراف على طاولة الحوار. وأعتقد أن هذه النتائج كما تعلمون توصل إليها شركائنا في الوطن على الأقل من خلال ما نفهم من بيانهم يوم أمس، وضرورة وأهمية تهيئة هذه الأجواء وضرورة بالفعل الدخول في مواضيع. ولكن الفارق هنا أن المعارضة كانت ترتئي أن يكون هناك بالفعل ضمانات حقيقية لغرض الدخول في المواضيع أو القضايا الأساسية الشائكة في البلد، لكي نخرج بالفعل في نهاية المطاف بحصيلة حقيقية تخرج البلد من أزمة السياسية. نحن نقول أن رداً على أو على الأقل تفاعلاً مع ما طرحه شركائنا في الوطن في بيانهم يوم أمس وما طرح في الصحافة اليوم، نحن نتعامل بكامل المسؤولية الوطنية كمعارضة للتجاوب مع كل الدعاوى المخلصة التي تخرج في خلال هذه الأيام لضرورة وجود حوار جاد وحقيقي. ونقولها بوضوح وبمسؤولية وطنية أننا كمعارضة نمد يدنا إلى شركائنا في الوطن من أجل الجلوس على طاولة حوار حقيقي وجاد تطرح فيه كافة المسائل والقضايا الأساسية بمسؤولية وطنية، وتحقق لذلك الضمانات الأساسية المطلوبة للوصول إلى حل وإلى بر الأمان يخرج هذا البلد من واقع السياسي الحالي. وأعتقد أن هذه المسألة متاحة جدا إذا خلصت النوايا بالنسبة لجميع الأطراف. نحن هذا هو موقفنا منذ البداية ولا زلنا مستمرين فيه كمعارضة. وأيضا الجديد في الموضوع أن الحقائق التي توصلت إليها قوى المعارضة أو قوى الائتلاف في الفاتح وربما بعض الأطراف توصلت إلى حقيقة أنه لا يعني مجال أمام هذا البلد إلا الحوار الجاد والحقيقي، وهذا ما نبدأ منه، وهذه هي النقطة التي يجب أن نبدأ منها الآن متناسين، أو على الأقل لا نريد أن ندخل في إشكالات تفرز نوعا من التباعد والتنافر في هذا البلد الذي لا يحتمل هذا النوع من التنافر. نحن نمد يدنا مجددا لشركائنا في الوطن ولكافة الأطراف الرسمية والوطنية لإنقاذ البلد والخروج بمبادرة وطنية حقيقية تخرج البلد من أزمة السياسية. وشكرا. إذا ننتقل إلى الأسئلة، نبدأ بالأسئلة عن مشروع التسامح ومناهضة الكراهية، خطاب الكراهية، وثم نأخذ الأسئلة عن إذا في أسئلة عن الجانب السياسي. تفضل. تفضل. سؤالي، الوثيقة مقدمة إلى من؟ لأن من الذي يبث الكراهية؟ هل المقصود فيه خطباء؟ هل المقصود فيه الإعلام الرسمي؟ أو هل المقصود فيه ناس ما بين الناس؟ بالإضافة أن الحكومة قد المعارضة قدمت أكثر من مشروع، وثيقة المنامة، وثيقة اللعم، مبادرة متعددة، لكن ما في استجابة، يعني فقط لتبرئة نفسكم من هذا الموضوع. السؤال متعلق بالحوار، ماشي؟ حسنا. الحوار يعني
الأخ عبد النبي سلمان أشاد بالائتلاف لأنهم انسحبوا قال اتفقنا. لا، بيانات الائتلاف يعني لا تقول ذلك. بيانات الائتلاف، بيان الائتلاف وتصريحاتهم يقول إن الحكومة وقفت ضد الائتلاف لعدم الاستمرار في الحوار لمواصلة جدول الأعمال، استمرار في جدول الأعمال والخروج بنتائج كما هو الحال للحوار الأول. فبالتالي هو يعني مطلب الحكومة الآن أفضل أن يكون قرارات توافقية وليس ائتلاف، قرار الائتلاف السير منفردا بالحوار. شكرا. نجاوب على الشقين بس مقدمة وبعطيها للأستاذ فاضل يجاوب محمد أو أستاذ عن الشق السياسي. طبعا في بداية الورقة والمشروع هو ممثلة في أطرافها، أن مملكة البحرين ممثلة في أطرافها الرسمية والقوى المجتمعية، فتحديدا عندما نقول إلى من هذا المشروع، إلى كل الأطراف البحرينية، لا نقصد من الأطراف البحرينية جهة دون جهة. التسامح ومناهضة الكراهية معني به كل الأطراف البحرينية، وإذا كان هناك من طرف كما قدمت يريد أن يستخدم هذا المفهوم لإقصاء طرف كما جاء في الوثيقة، التمييز وما شابه ومنع حرية التعبير، أو أن هناك أطراف تستخدم عبارات مسيئة ولدينا حصيلة يعني من هذه العبارات ونحن لا ندخل في هذه المتاهات، نحن نريد أن نؤسس هذا الوطن كما قلت على مبادئ عالمية إنسانية بما يعني يخدم وطننا، وليس كمشاريع لإبراء الذمة. هذه المشاريع يجب أن تتحول إلى فعل، من الخطاب إلى فعل في المؤسسات، في التشريع، في الممارسة العملية. أستاذ فاضل عنده مزيد من التوضيح ثم ننتقل إلى الشق السياسي. في الحقيقة كما ذكر الأخ مرزوق قبل قليل أنها وثيقة مجتمعية بمعنى أن فيها السلطة وفيها قوى المعارضة، لكن في النهاية قوى المعارضة تستطيع أن تضع الوثيقة وتستطيع أن تقوم بشيء ما في هذا الإطار. الجانب الرسمي تقع عليه المسؤولية الكبرى في هذا الجانب لأنه هو من يمتلك السلطة في النهاية. اليوم إذا تحدثنا عن نبذ الكراهية، أولا هناك الإعلام الرسمي، الإعلام الرسمي يمارس التحريض، يمارس الكراهية، الصحف، التلفزيون، الإذاعة، كل هذه بيد الإعلام الرسمي وبالتالي عليه أن يتوقف. في الجانب الآخر أيضا التشريعات المحرضة على الكراهية هي بيد النظام. زي عندما نقول بأن فئة من المواطنين لا يستطيعون أن يتملكون في مناطق معينة، هذا تحريض في النهاية وازدراء إلى فئة من المواطنين، وبالتالي نعتقد بأن في جانب التشريعات، في جانب الإعلام، في جوانب أخرى أيضا هي بيد الجانب الرسمي اللي عليه أن يوقف هذا التحريض على الكراهية، وبالتالي الجانب الرسمي عليه أن يتحمل مسؤولياته. في ظل هذا الوضع المتوتر الآن في البلد نعتقد بأن الحكومة الحالية بالتأكيد هي حكومة غير منتخبة، وبالتالي هي من المستبعد أن تكون قادرة أن توقف التحريض على الكراهية، على اعتبار أن كل التحريض على الكراهية في الجانب الرسمي تم خلال الفترة الماضية تحت أعين الحكومة الحالية. شكرا. اسمح لي أضيف أنه هذا المشروع هو يعتبر جزء من مبادرات المعارضة السياسية كما تفضل الأخوان، هذا جزء، ولكن أيضا في ظل الآن عملية التعليق للحوار التي أعلنت يوم أمس، أعتقد أن هذه فرصة مهمة وجادة في ما يتعلق بموضوعة أن نخرج ببلادنا من مرحلة، من حقبة مغلقة تصادر فيها الحريات وتمارس فيها الكراهية والحظ عليها والازدراء وإلى آخره، إلى مرحلة أكثر رحابة بأن نلتزم جميعا بأصول وب
الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وكذلك ما يتعلق بقصص المصالحة الوطنية، لأن مسألة مناهضة الحظ على مناهضة التحريض على الكراهية هي تأتي كجزء من منظومة دولية في من ضمن القوانين والإعلانات والمبادئ، هي تهدف في خلاصة الأمر إلى احترام حقوق الإنسان وتجسيد المسألة الديمقراطية في مختلف المجتمعات، باعتبار أن حقوق الإنسان هو ليس مفصلا على بلد دون بلد آخر. بالنسبة للأستاذ محمد الغسرة مراسل CNN، أنا أعتقد مهم التوضيح أن ما ذهبت إليه وما وضحت بوضوح أن بيان الائتلاف يوم أمس يؤكد على نقطة أساسية ذهبنا إليها طيلة الفترة السابقة، وأنا قلت بوضوح أن بيان الائتلاف يوضح أن الأطراف، وأقصد بذلك ائتلاف الوطني، توصلت إلى حقيقة عدم جدية الحكومة في الدخول في المواضيع السياسية الرئيسية، وهذا مذكور بهذه العبارة تقريبا في بيان الأخف الائتلاف، وهذا شيء يعني يؤكد ما ذهبنا إليه في الفترة الماضية أن هناك قضايا أساسية في البلد تحتاج إلى نقاش. فقط نريد التأكيد أن كان هناك خطاب فترة الحوار أنه لا توجد أزمة في البحرين من داخل جلسات الحوار. الآن هذه نتيجة أنا أعتقد تأخرت قليلا، لكنها أفضل من أن لا تأتي، أن هناك حاجة للدخول في القضايا الأساسية التي أشار إليها بيان الائتلاف، وهذا ما أكدنا عليه، هذا بس للتوضيح. تفضل. ما أعلنه الائتلاف الفاتح أمس، وكأن يعني هذه الخطوة إيجابية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. الواضح أو يبدو أن موقف الائتلاف ورد فعل الحكومة ورد فعل المستقلين اللي هم البرلمان، أعتقد يعني هل أنتم تعتبرون أنه كل هذه المواقف السريعة صدفة تجمعت الائتلاف في يوم واحد يأتي ويعلق مشاركته، ثم الحكومة عصرا تعلن موافقتها والمستقلين يرحبون، أم أن هذا يعني ما جرى طبخة لإنهاء العنوان الرسمي للحوار؟ فتحليلكم للي صار ومستقبل الحوار الرسمي اللي أعلن، وهل هذه يعني بمثابة النهاية إليه بالنسبة إلى المعارضة؟ شكرا. أبدأ إذا أحد الأخوان. نحن دائما في القوى الوطنية المعارضة أصحاب مبادرة، ونحن صناع حلول وليس صناع مشاكل، ونحن وإن كانت الظروف مختلفة فيها يعني تداخلات من هنا وهناك، نحن ننحى إلى الحلول، إلى المبادرة، إلى أن نتقدم بوطننا إلى المستقبل، وليس يعني نأخذ الأمور بمن هو المسؤول ولازم أن نحاسب هذا المسؤول. هذا مهم، ولكن أنت تريد أن تنقل البلد من الأزمة إلى الاستقرار، من المشكلة إلى الحل، أو أنت تريد أن تعمق المشاكل وتخلق مزيد من المشاكل؟ المعارضة بصورة واضحة، القوى الوطنية المعارضة هي صانعة سلام، هي صانعة توافق، هي صانعة حلول. من هذا المنطلق يأتي موقفنا اليوم من ما يحدث في الساحة السياسية، يأتي موقفنا اليوم من مبادرة مشروع مناهضة الكراهية، وما كان في السابق مشروع مناهضة العنف أو نبذ العنف. يعني باختصار شديد، نحن نقدم نموذج إلى صناعة الحلول وإلى المبادرات، ويدنا دائما مفتوحة لأن نتقدم بالوطن لا نتأخر به. الآن بغض النظر عن دخول في متاهات خلفيات هذا القرار أو هذا الموقف، نحن نقول اليوم البحرين كانت بالأمس تحتاج إلى عملية سياسية شاملة، اليوم البحرين تحتاج إلى عملية سياسية شاملة، وفي المستقبل ستحتاج إلى عملية سياسية شاملة. متى نذهب لها؟ نحن نقول القوى الوطنية المعارضة نحن جاهزون، على الأطراف الأخرى أن تبادر إلى هذا الحل، لأن يعني أي مراهنات أو أي تخندق حول مشاكل أو ما شابه لن
يفيد الوطن. تعال الأخوان. نحن نريد عملية سياسية حقيقية. الآن ما كان موجود لا يلبي الطموح لا في 2011 ولا في 2013. بدل أن ننقل المعركة إلى النقاش في ما حدث ومن وراء هذا، دعونا نقول القوى الوطنية المعارضة الديمقراطية المعارضة تقول نحن نحتاج إلى عملية سياسية، تعالوا نناقش هذه العملية السياسية، وهذا معناه أن أفق الحوار مفتوح، أفق الحل مفتوحة، فهذا ما يقدم الوطن إلى الحل وليس تعقيد ومشاكل إضافية. تفضل. باختصار شديد، موقف المعارضة، نحن نحتاج إلى عملية سياسية شاملة. هذا تفصيل. الآن هذا الحوار غير من الحوار، هذا تفصيل. إذا لم تكن عملية سياسية شاملة وفق تهيئة الأجواء وخارطة الطريق ومناقشة المكونات الأساسية للنظام السياسي مع الأطراف صاحبة القرار، نعيد تكرار تجارب أثبتت فشلها، لم نتقدم فيها. الآن نتحدث في تفاصيل هذا الحوار وطاولة العلنية والتشاور، نحن لا نريد أن نكرر تجارب أثبتت أنها لم تتقدم. الخطاب العام عملية سياسية شاملة بنودها واضحة، ومنفتحين على مناقشة بنود هذه العملية، مكونات هذه العملية السياسية. المحطة الأساسية اليوم أننا منفتحون على مناقشة هذه العملية السياسية للأطراف الوطنية الرسمية والأهلية أن تتفاعل مع هذه الدعوة بدل أن ندخل في متاهات المشاكل والتحليل. يعني بس للتوضيح، الآن بالنسبة للرد على سؤال الأخ حسن في جرية الوسط، ما أردنا أن نصل إليه من حقيقة هو أن الكرة الآن في ملعب السلطة التي عليها أن تقدم مبادرة حقيقية. لا نريد أن ندخل في مهاترات من تسبب ومن لم يتسبب. نحن علقنا منذ 18 سبتمبر حضورنا لجلسات الحوار بناء على أسباب نراها من موقعنا كمعارضة وجيهة، وقدمنا البديل لذلك من أجل استئناف الحوار على شكل جاد وحقيقي. ولا زالت المعارضة تعتبر نفسها طرفاً أساسياً في الحوار وهي كذلك، لكن من منطلق أن يكون هناك حوار جاد وحقيقي يأخذ في الاعتبار كل ما دار من تراجعات وكل ما دار من نكوص عن مفهوم الحوار الجاد والحقيقي الذي تكرر في الحوار الجديد كما كان في حوار 2011. الآن نحن أمام مرحلة جديدة. من خلال التعليق نحن نتكلم كأطراف معارضة، أعتقد هناك فرصة أمام البحرين للدخول الآن بعد تحقيق هذه القناعة من عدم وجود حوار على الساحة جاد وحقيقي. هناك فرصة أمام السلطة أن تطرح مبادرة حقيقية لانتشال الوضع ما هو عليه، ونمد يدنا لجميع الأطراف ونعتبر نفسنا طرف أساسي لإنجاح الحوار، شريطة أن يكون مبني على أساس وعلى تهيئة أجواء حقيقية تساعد البلد وتساعد الناس. هل تم رفع هذه الوثيقة إلى الجهات الأخرى سواء في السلطة أو في جمعيات الموالاة ليتم التوقيع عليها أو ليتم وضع برامج مشتركة كما تم ذكرها في الوثيقة؟ الجمعيات الائتلاف التي انسحبت بالأمس أشارت في بيانها إلى أن انسحاب المعارضة كان سبباً في فشل جلسات الحوار، كما وجهت الحكومة وكذلك السلطة التشريعية في بياناتها كل على حدة اللوم إلى المعارضة. ما تعليقكم؟ نحن ندشن اليوم هذا المشروع، مشروع التسامح ومناهضة التحريض، وسنقوم ببعثه إلى الأطراف الرسمية
القوى المجتمعية الأخرى، ومن اليوم سيبدأ مشوار النقاش والحوار حول هذا المشروع. يعني لم نقم بالسابق، ولكن اليوم يبدأ انطلاق هذا المشروع. أستاذ محمد، يعني فيما يتعلق بموضوع التحميل المعارضة مسؤولية، يعني المعارضة ليست مشجب أنه كلما، يعني إحنا سمعنا في تصريحات سابقة الكثير بأنه هناك سقف عالي سيكون وأن الناس بتستمر، كل فاين، هذا جميل، وتمنينا أنه يكون هناك استمرار للحوار بدون المعارضة، نريح حالنا شوي، وأنه يطلع هناك سقف عالي من النتائج ويكون شعب البحرين مرتاح من هذه النتائج. الآن الموضوع اختلف، أنه وصلوا إلى نتائج معاكسة بأنه هذا الحوار غير ذي جدوى، وهذا اللي قالته المعارضة في بداية، حتى قبل أن ندخل في الحوار قلنا أننا في أصول وأسس لكي يكون حوار ناجح. في اليمن أكم يتحاربون بالنار والحديد، وصلوا أمس إلى اتفاق على موضوعة القضية الجنوبية ووقعوها، بعد لأن في هناك ناس جادة وفي ناس هناك راغبة بأن تدور زوايا الأزمة وتبحث عن حلول جديدة أو حلول ترضي كافة الأطراف. نحن تقدمنا بمقترحات كثيرة، نحن لا نلوم أحد، هم يلوموننا خلاص الله يسامحهم، لكن نحن نقول أنه في أصل للأزمة هو الأزمة سياسية دستورية، وفي هناك بالفعل مثل ما تفضلوا الأخوان في بنود لهذه الأزمة طرحناه وتقدمنا فيه. ما هو مطلوب اليوم؟ مشروع. عندما يقولون أن الحكومة رفضت تدخل في النقاش السياسي أو في الموضوع السياسي، فإحنا كنا نقول إن كنا نطالب الحكم أن يقدم مشروع على الطاولة، وأعتقد أنه في خلاصة الأمر أنه لا يمكن أن تتقدم تناقش موضوع سياسي في حين أن الطرف الرئيس في الحوار يتوارى عن الأنظار ولا يقدم مشروع سياسي. إحنا كنا من يطالب أن على الحكم أن يقدم هذا المشروع السياسي إلى طاولة الحوار ولتناقش مثل ما قدمت المعارضة مشروع سياسي. أعتقد أنه اليوم بالفعل مثل ما تفضلوا الأخوان الكرة في ملعب الحكم، وعلى الحكم أن يتقدم بمبادرة وبمشروع السياسي لكي يناقش وفق آلية جديدة، وفق آلية تدور فيها الزوايا اللي أدت إلى أزمة تعطل الحوار وتعليقه أو أنها يعني سموه ما شئتم. يعني بس أضيف أن من حوار 2011 وحوار 2013 هناك هيمنة أحادية على الآلية، على التمثيل، على كل مجريات ما حدث في 2011 وبصورة شبه مقاربة في 2013. إذا أعدنا تكرار هذه المشاريع والمبادرات على أساس الأحادية في القرار، في التشكيل، في الإدارة، فيما شابه، هذا معناه أننا نكرر ذات التعطيل وذات الفشل. إذا لا أريد أن أقول ذات الفشل فأقول بصورة مخففة، علينا أن ننتبه، علينا أن نتعلم من هذه التجارب أن الأحادية لن تقدم للوطن أي حل. هناك أطراف متعددة، أشارت وثيقة نبذ الكراهية إلى أن الاعتراف بالآخر، أن عدم إقصاء الآخر هو أساس في نبذ الكراهية، فهذا في موضوع فقط نبذ الكراهية، فما بالك في إدارة الشأن العام الوطني، في السلطات التي نص عليها كل وثيقة وطنية نصت على أن الشعب مصدر السلطات. إذا كان الشعب مصدر السلطات فيجب أن نعترف بهذا الشعب، يجب أن نعترف بممثليه، يجب أن نشترك جميعا في إدارة الحوار، في المناقشة، في وضع الأجندة، في ما شاب. التجربتين السابقتين هناك فرض إرادة أحادية، وهذا سبب التعطيل وسبب عدم النجاح. إذا جاءت مبادرة ثالثة، دعنا نكون صريحين جدا وشفافين، إذا جاءت مبادرة أحادية ثالثة بنفس المقياس وبنفس القالب في صورة وجه جديد لن تتقدم البحرين. نحتاج أن نشترك في عملية سياسية حقيقية، نضع خطوطها العريضة ونضع تفاصيلها، وثم ننطلق بهذه العملية. هذا ما تحتاج إليه البحرين، هذا ما سينقذ البحرين من مزيد من التداعيات. إذا ما في أسئلة
أخرى. نشكركم والحمد لله رب العالمين. شكرا. السلام.